متابعتنا مع حضراتكم الفعاليات لجنة الأسرة من المحور المجتمعي. بيشرفنا انضمام دكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك. أهلا بسعادة فندم. عايزين نتكلم عن أبرز المقترحات اللي شفتها النهاردة اللي حضرتها النهاردة اللي عايز تتكلم فيها لإصلاح أحوال الأسرة المصرية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. حقيقة النهاردة المحور اللي احنا بنتكلم فيه مسألة العنف الأسري، بنحاول نشوف الأسباب التي تؤدي إلى هذا العنف، نحاول نضع بعض المقترحات التي تخص الأسرة المصرية علشان نضمن أن ما يكونش فينا هناك أي عنف أو أي نوع من أنواع العنف الأسري المتعلق بالمرأة، متعلق بالأطفال، متعلق يعني بالحياة الأسرية. يعني حقيقة هو محور جميل جدا وحاجة مشرفة، وانطلاقا من كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دائما بيحث الشعب المصري والمجتمع على التماسك الأسري، التماسك المجتمعي، ان احنا كلنا نكون مع بعضنا يد واحدة. ده بنحاول نجسده النهاردة في الأسرة الواحدة، في البيت نفسه بنحاول ان احنا ننبذ العنف الأسري. عايزين المجتمع يكون مجتمع عظيم وراقي، عايزين المجتمع يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي ينادي بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فاحنا شغالين على المحور ده، بنحاول ان احنا نعرف ايه اللي بيؤدي الى العنف الاسري. مسألة تنشئة الطفل في اسرة غير متماسكة، لازم نوفر للطفل ده نشأة طيبة، نشأة كويسة. لازم نهتم بالعملية التعليمية من النشأة، من ابتداء من الطفل وهو صغير، علشان نقدر نبني جيل محترم. فالمحور ده يعني دائر في هذه بهذا الشكل. حضرتك كوكيل لجنة الشؤون الدينية والاوقاف، ده مهم ان انا اسالك، يعني ايه الخطوات اللي انتوا عملتوها من وزارة الاوقاف او كده بحيث ان انتوا تفعلوا الموضوع ده في الاسرة المصرية، ان انتوا تحاولوا تنموا العقبات اللي انت قلت عليها، حضرتك قلت عليها ان انتوا تواجهوا المشكلات اللي انت بتقول عليها، ايه الدور اللي بتقوموا بيه علشان تواجهوا المشكلات؟ احنا اولا بالنسبة لوزارة الاوقاف، وزارة الاوقاف يعني لا تكل ولا تمل في هذا المضمار. حقيقة يعني انا بوجه شكر من خلال حضرتك للسيد الوزير محمد مختار جمعة. حقيقة الراجل شغال بليلة نهار في الموضوع ده، ومش هو بس، يعني هو المؤسسة الازهرية بالكامل، سواء كان الازهر الشريف او دار الافتاء او مجمع البعوث الاسلامية او وزارة الاوقاف، كلهم شغالين في الامر ده بعمل كتير جدا. هم اشتغلوا على مستوى الندوات اللي بتحدث كل يوم، على مستوى التوجيهات اللي بتيجي من وزاره الاوقاف لوكلاء الوزاره في كل مديريات المحافظات، سواء كان على مستوى المناطق الازهريه في الازهر الشريف، سواء على مستوى لجنه الفتوى في كل مركز من مراكز الجمهوريه خاصه بدار الافتاء المصريه وخاصه بمجمع البعوث الاسلاميه، كله شغال في هذا المضمار. لكن هو الفكره كلها ان هم بيناقشوا قضيه اصلا هي يعني عايزه وقت كبير جدا، لانها عادات وتقاليد ناس متعوده عليها. فاحنا بنحاول نغير قدر المستطاع تماشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي انا من المنبر ده بشكره، بقول له يا فندم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا فعلا على التوجيهات العظيمه جدا اللي احنا بنشوفها من فخامته. بنشتغل، بنأدي ما علينا، بنأدي الدور الوطني اللي احنا مكلفين بيه علشان تقدر نطلع بشكل عظيم. نتمنى لبلدنا مصر اللي هي البلد العظيمة اللي احنا كلنا يعني أولادها، بنحاول ان احنا نطلع بحاجة محترمة ترضي الشعب المصري. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.